السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل بعنوان يا متحدث يا عسكري كفاكم كذبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. طالع متحدث عسكري بيقول أنا متحدث باسم العسكر باسم الجيش وكذاب، والعياذ بالله كذاب. أنا مش عارف دول عايشين فين، في المريخ؟ هو مش شايف اللي بيحصل في الميادين؟ مش شايف في الملايين اللي طالعه في المحافظات تطالب بالشرعية وتطالب بالمحافظة على الرئيس المنتخب اللي انتخبناه والدستور اللي احنا انتخبناه؟ ناس مغيبة والعياذ بالله. وشوف الكذب، انا بتهمهم بالكذب. بيقول القوات المسلحة ليست ضد الإسلاميين، كذاب. بدليل قفلتوا ليه القنوات الإسلامية لما انتوا مش ضد الإسلاميين؟ انتوا سايبين القنوات الكذابة وانتوا عارفين انهم كذابين، وقفلتوا كل القنوات الإسلامية بتاعت، يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ طيب بتقول ان احنا مش ضد الإسلاميين، وما قبضتوا على المسلمين ليه والإخوة ليه؟ قول لي الأخ حازم صلاح أبو اسماعيل مقبوض عليه ليه ورايح ترى؟ يقولك لا أصل ده له ضبط وإحضار. ما شاء الله، ضبط وإحضار. أمال العكوش ملوش ضبط وإحضار؟ على الهوا ويقدروا يروحوا يجيبوه على الهوا، وخدوه في التحرير ورفعوه، ربنا يحشرهم معاه جميعا. ده ما كانش له ضبط وإحضار؟ طب لما أنتوا مش ضد الإسلاميين مطلعين طيارات الهليكوبتر ليه؟ والمرشد العام بيتكلم للإخوان المسلمين ليه؟ بتشوشوا على كلامه ليه؟ ليه بتشوشوا على كلامه؟ كذاب ولا مش كذاب؟ قلتم قبل الانقلاب اللي عملتوه واللي عمله رئيسكم الخاين السيسي، قلتوا ان احنا لسنا من سياسه القوات المسلحه الانقلابات العسكريه، وبعدين عملتوا الانقلاب العسكري بتاعكم، يبقى كذاب ولا مش كذاب المتحدث باسم الجيش؟ كذاب ولا مش الجيش كله؟ طبعا الجيش ناس محترمه، لكن دول العصابه بتاعت، ما دي عصابه السيسي، دي عصابه السيسي البلطجي، البلطجي الخاين. وانت على فكره يا متحدث يا عسكري اللي طالع بتتكلم الكلام ده، ربنا يرزقك ان شاء الله وترجع مكتبك تلاقي صف ضابط ولا بتاع راح مطلعك بره المكتب وقعد مكانك. ايه ايه في ايه؟ والله انقلاب. ايه في ايه؟ انا كده لما تروح يكون عندك بقى شوية بلطجية اكتر بقى تعالى طلعني. يعني متحدث باسم الجيش، قلتم ان احنا مع الشرعية، فين الشرعية؟ الشرعية مع البلطجي السيسي اللي عمله الخاين ده، ها اللي انقلب على رئيسه وانتوا شايفينه وعارف انه وقف قدام فخامة الرئيس يقسم بالله العظيم على احترام الدستور والقانون، حصل ولا ما حصلش؟ يبقى كذاب ولا مش كذاب يا اللي بتتكلم؟ يقولوا لا تمارس على اي ضغوط على السيسي، ولا لا كذاب، ضغوط بتمارس عليه وهيرجع ان شاء الله عن الكذب بتاعه ان لم يهرب او يتقبض عليه. والله يا متحدث باسم الجيش كان المفروض انكم تقولوا ان الشرطه العسكريه وجميع افرع القوات المسلحه تطلع قوات تقبض على السيسي الخائن العميل المنقلب على الشرعيه، مش تتكلموا باسمه وتدافعوا عنه لسه وتقولوا احنا مع خارطه الطريق. يعني انتوا مقرين؟ انتوا مقرين باللي عمله ده؟ انتوا ترضوا ان الرئيس بتاع السيسي الخائن العميل المنقلب اللي عض الايد اللي اتمدت له بخير يبقى هو ده رئيسكم، وهو ده اللي بيقول خارطة الطريق وانتوا توافقوا على خارطة الطريق؟ يبقى نقول براحة كده بقى وبكل منتهى الصراحة ان انتم موافقين على الانقلاب ده، وانتم موافقين على البلطجة، وانتم خاينين زيه، بس مش كلكم طبعا. انا بكلمك انت اللي متحدث باسمهم، وما تقوليش والله انا بقول كلام هم لا يا حبيبي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واحنا عندنا المثل ما شتمك الا لما بلغك، والله تبارك وتعالى في سورة النحل انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. ترضوا تتكتبوا عند الله كذابين؟ افرض جت أي معركة دلوقتي هتقاتلوا في سبيل إيه؟ وتبقى تلقوا الله وأنتوا كذابين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث طويل بس بسرعة، شاف الملائكة ماسكة منجل مشرشر يحطوه في خد واحد لغاية قفاه، يشرشره لغاية قفاه ويحطوه في مناخيره لغاية قفاه، حديث البخاري، وفي عينه لغاية قفاه، ده الجانب اليمين، ويروحوا على الجانب الشمال يعملوا كده، يرجع الجانب اليمين سليم، يروحوا يعملوا فيه كده زي ما عملوا. قال سبحان الله، من هذا؟ قالوا الملائكة، هذا الرجل يغدو من بيته، يطلع الصبح فيكذب الكذبة، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كفاك كذبا ايها المتحدث العسكري، كفاكم كذبا ياللي بتمدوه بالمعلومات الكاذبة، كلكم كذابين واتفضحتم الحمد لله قدام الناس ولسه قدام الله تبارك وتعالى.